إلى حائل، حيث ينظم في عروس الشمال فعاليات القهوة والشوكولاتة في معرض متخصص يهدف أو بهدف دعم مشاريع الشباب والشابات في مجال القهوة والشوكولاتة، وتأتي هذه الفعالية لأول مرة في المنطقة. مزيد من التفاصيل راح تكون حاضرة مع الزميل سلطان الشعيب من موقع الفعالية. سلطان، مساك الله بالخير، إيش الصورة اللي عندك اليوم بشكل عام وحاب تنقلها للسادة المشاهدين؟ سنور، حياك الله محمد، اكيد امسي عليك ومسي على كل مشاهدينا وين ما كانوا بيشوفونا عبر قناتنا قناه السعوديه وبرنامجنا المميز اللي يلف لنا مملكتنا الحبيبه في وقت بسيط ونتعرف على فعالياتها واكيد اماكنها الجميله وكل منطقه ايش تمتاز فيه، وش عندكم يا منطقه حائل، وش عندكم يا منطقه القصيم، وش عندكم يا منطقه الجنوبيه، فيعرفنا. اليوم انا فعلا موجود في هذا المكان محمد والمشاهدين الكرام، انقل للمشاهدين الكرام معرض القهوه والشوكولاته اللي يقام لاول مره بمنطقه حائل. ويميز هذا المعرض انه احنا في الاونه الاخيره شفنا الشباب السعوديين والشابات السعوديات يدخلون في عالم القهوه ويتنافسون بالكافيهات، ما شاء الله صارت كافيهات في كل مكان وكل واحد ورزقه في اكيد في هذا المجال. اليوم في منطقه حائل كثره هذه الكافيهات وكثره محلات الشوكولاته، ولكن الدعم وين؟ وين الناس اللي يعرفون هذه قهوه اطيب من هذه؟ اليوم تحت سقف واحد وجد هذا المكان بجهود ذاتيه من شباب منطقه حائل لتعريف المجتمع الحائلي باهميه القهوه ووجود القهوه، وايضا اكيد دورها في مملكتنا الحبيبه ووجودها المنافس اكيد دوليا. اليوم انا بتعرف على هذا المعرض واهميه هذا المعرض وليش حطيت هذا المعرض وهل حيستمر ولا بس مره واحده وخلاص. نعرف كل هذه التفاصيل اليوم مع اكيد صاحب فكره هذا المعرض وايضا المشرف على المعرض الاستاذ محمد بن ابراهيم المطرود اللي بيعرفني اكثر عن هذا المكان واكيد بيعطيكم نبذة عن هذا المكان. أستاذ محمد، حياك الله اليوم معنا عبر قناة السعودية، ونقول لكم يعطيكم العافية على الجهود اللي تبذلونها في هذا المكان وهالبنر الجميل وهالدلالة الطيبة. طول لي عمرك، حياكم الله وشرفتونا وشاكرين لكم تغطية هذا المكان اللي نفتخر انه احنا قدمنا شيء يعني داخل المنطقة هذه. اكيد اليوم في منطقه حائل معرض قهوه وشوكولاته، نتكلم عن هذا الموضوع، نعرف المشاهدين الكرام اللي بيزورون حائل، احنا في اجازه مطوله الحين، نبي نعرفهم اللي جايين لمنطقه حائل عن هذا المعرض واهميه هذا المعرض وجود هذا المعرض في منطقه حائل، ونبي يعني نعطيهم صوره عن المكان هذا. اول شيء احنا فكرتنا هنا انه كل مثلا كوفي او مقهى يعرض منتجاته ويعرض المحاصيل اللي عنده، مثلا طريقه اعداد القهوه هذه كلها تتفرق وتختلف برضو المنتجات الثانيه مثل الشوكولاته والحلويات والامور هذه. ففكرتنا انه كل واحد يجرب ويتذوق وياخذ فكره اكبر عن موضوع القهوه. فهذه فكره يعني تقريبا بشكل عام. لنا تقريبا 4 أيام وخمس أيام انطلق المعرض، بشوف كيف إقبال الناس على المكان، كيف إشادة الناس على المكان. أنا شفت لقطات والله قديمة بس كانت مسائية، كانت زحمة المكان. أنا أبغى أعرف انطباع الناس عن وجود هذا المعرض. إحنا عرفنا معرض عطور، معرض أزياء، معرض، بس معرض قهوة في منطقة حائل ذا جديد علينا. والله اللهم لك الحمد. أول شيء حنا برضو يمكن كان فيه عدد متوقع للحضور، لكن تفاجأنا أنه فوق المتوقع بشيء كثير، اللهم لك الحمد. والناس كلها طبعا اعتقد انه احنا اخترنا شريحه كبيره من متذوقين القهوه او المجتمع، يعني عندنا الاغلب يعني لازم يوم ويمر فيه كوب كوبين قهوه، فالحمد لله الحضور راضي ومبسوطين. محمد المطرود، انا اليوم شايف حاطين واحد من ابناء منطقه حائل المهندس ريان الجروان موجود في هذا المكان وحاطينه خبير قهوه ويعرف الناس على القهوه. انا بشكرك الحين وباخذ ريان معي يكلمني ايضا عن دوره في هذا المعرض وهو كونه خبير قهوه لوزاره الثقافه السعوديه. شكرا لك محمد، وباخذ لقائي مع ريان، بكمل لقائي مع ريان. يعطيك العافيه. الله يعافيك، شرفتوني، طول العافيه. ايضا المشاهدين الكرام، باخذ لقائي مع الاستاذ ريان، عفوا منك، ريان الجروان هو مهندس في وخبير في القهوه. ريان الله يعطيك العافيه، اليوم بتكلم عن دورك في هذا المعرض وكيف تشوف كونك خبير قهوة وزارة الثقافة السعودية ومعتمد. أبعرف هل حائل ناقصنا مثل هذه المعارض وليتها جاية من كم سنة ولا الحمد لله لحقنا على نفسنا؟ أول نشكركم على هذه الاستضافة، الحمد لله والشكر على الأشياء اللي حصلت عليها، رب لك الحمد. زي ما ذكرت، حنا القهوة السعودية إرث ثقافة تاريخ، فلا بد من إبرازها في كل مكان. الحمد لله وزارة الثقافة تعمل الآن جاهدة على إيصال وتوضيح جميع التفاصيل في حمص القهوة أو زراعتها أو إعدادها، فلذلك وضعت الخبراء، وأنا الحمد لله حصلت على شهادة الخبير في منطقة حائل لكي أعرف الناس بالقهوة وزراعتها وحصادها وتحميصها، فليتها من زمان يعني الخطوة هذه،
وبتفيد المجتمع الحمد لله والشكر. مهندس ريان الجروان، انا اقول للمشاهدين الكرام اللي بيجي عند ريان راح يفيده في القهوه سواء السعوديه او المختصه ولا بس السعوديه؟ كلها المختصه والسعوديه. نعم، حيا ريان الجروان خبير القهوه السعوديه لدى وزاره الثقافه السعوديه، شكرا لك على هذا اللقاء وشكرا لكم على جهودكم انتم محمد المطرود وعبد الرحمن وكافه شباب السعوديين والشابات السعوديات في هذا المكان. انا والله اسعد وافخر اني اشوف مثل شبابنا يجتهدون يعرفون الناس عن اكيد المنتجات السعوديه واكيد وجودها في منطقه حائل مثل هذه المعارض هي فخر واكيد اعتزاز دورنا الكبير اللي ننهض فيه في مملكتنا الحبيبة. حياك الله والعفو، وحنا نشكركم على جهودكم. الله يعطيكم العافية. محمد والمشاهدين الكرام، أنا بختم معك هذا اللقاء بس زميلي مصور بس بيسحب لي اللقطة هنا، بس أبغى أطلع لوجو صغير موجود معنا هنا، وبكل فخر نكون إحنا موجودين في هذا المكان ونقول إحنا دائما نسعد بوجود مثل هذا الشعار اللي موجود هنا، صناعة سعودية. طبعا كل المنتجات اللي هنا موجودة في هذا المكان موجودة بأكيد صناعة سعودية، وأكيد المحاصيل من البن اليمني، بن عفوا الجيزاني الفاخر في مملكتنا الحبيبة. أتمنى أن وفقت في نقل صورة جميلة عن هذا المكان الجميل وأيضا عن أكيد القهوة السعودية ومعرض القهوة السعودية وعفوا القهوة والشوكولاتة في منطقة حائل. شكرا سلطان، يعطيك العافية. شكرا أيضا لضيوفك الكرام، شباب مبدع نفخر بهم في كل المجالات.